مأخرين كثير وعم يجي ناس. فكر ايش لح اقول بالضبط ما بعرف. التلفزيون الجديد عم بيقوم بالبحث عن المواهب الجديدة بلبنان. شيء مش طبيعي. لأنه المحطة بصدد إنتاج العديد من البرامج الترفيهية. منشان هيك قررنا نعمل كاستنج لنهار واحد لنشوف مين في عنده الموهبة الكافية ليطلع على التيفي ويصير عنده برنامجه الخاص. Hello, mom, sir. You want the hot chocolate? الليلة انتوا على موعد مع أهضم وأغرب كاستنج نعمل بنهار واحد. 1, 2, 3 أجيلك عطشان نفسي أدلع. رح نشوف ونسمع ونرقص مع مواهب عديدة. أنا جاي هون بدي نزل شوي العنصر الحريمي هون. ليلي الرقص قومونا نرقص عربية وقلت هالرقصة إن نكت ما في حبيتك تمثيل سميرة أنا ما ظهرت مع سميرة وما اللي لابسة تقديم تنتمي كل منها إلى زمن بعينه وكما قد يدخل سابع عناصر. أوكي الشعر ما منعرف ليه باقي النايب والوزير والدعارة وباقي الشم العزف ولاد ضايعة سحاسيح طايرة وناس اجت ما منعرف ليش هيك صار. ليلي فؤاد يمين يعني شو ما بقلك هلا بدك تعمل ماتش رانة زياد صحاب يعني لازم تشتغل على التكنيك تبع صوتك وانا نسيت اسمي هلا اذا بطل في كوميديين بالعالم نحكيك عن جد رح نمتحن العديد من المشتركين لنعرف مين عنده اللي عم نفتش عليه ومين ما خصه بشي. قد ايه مستعد تعمل قصص لحتى تاخد هالورقة هاي اللي بدنا اياه ويلي يربح رح يصير معه تكت على الاخر. بدك دعس انت بالسرنية. لحظة تقلبس المجتمعات بالعالم دايماً بتنقاس بمستوى ثقافة الفن الموجودة وأكيد بمعدل المدخول للطبقة المتوسطة. تكت على الآخر كان عنده هيدي التجربة يعني بتخيل لا رح يجي ناس أكتر من ما فؤاد متخيل. بس شو هي قوانين الكاستينج بالتكت على الآخر؟ كل مشترك فيه يقدم عن الفئة يلي محضر لها عزف، غنى، تقديم، تمثيل، ستاند اب كوميدي، كاتب ومخترع. في كارتين موجودين على الطاولة. الكول باك يعني المشترك قطع المرحلة الأولى وراح يجرب أدائه بطريقة مختلفة بالمرحلة الثانية. والكارت التكت على الآخر يلي هو ضمان المشترك إنه ربح وراح يجرب أدائه مباشرة بإحدى برامج الجديد. راح يبلش انطلاقته على هيدي المحطة بالذات. والتكت للشهرة هو إنه تعمل الكاستينج وتنفذ كل شيء اللجنة بيقولوا عنه أو بيطلبوه. يعني بده يروح بالكاستينج على الآخر. أنا بدي إياك تخوت. مين رح يكون عنده الجرأة؟ ومين رح يقدر يقنع اللجنة إنه هو الموهبة المطلوبة؟ مين رح يرجع على البيت مع خيبة أمل؟ ليلى رح نعلم. تكت على الآخر بالحلقة الأولى بلش. الكاستينج تم بنهار واحد، 100 مشترك قدموا من أول النهار وفريق العمل عم بيحضروا المسرح لاستقبال المشتركين. تيجي نقسم الدونات أنا نصو أنت نصو. المشتركين بلشوا يوصلوا. أنا جاي من صيد بحارة الكشا ما أعرف من قوع من بوها. وكالعادة وصل زياد مأخر. الأجواء لذيذة. بس القلق عم ياكل البعض والكل ناطر الفرصة. ماني موتر أنا لا ماني موتر بس أنا بحب يعني بحب إنه قبل ما أقدم للجنة يكون محضر حالي منيح وماني موتر. حسيتيني موتر؟ لا لا مش صح أنا عادي وماسك أعصابي وماني خيفان وحاسس إنه كل شيء رح يكون منيح إن الله. خلينا نبلش اليوم مع المشترك عباس علي حسين علي موسى جعفر. عباس علي حسين علي موسى جعفر. حسيته شوي بيقرب جاد داني علي حسن. الموهبة عنده جاهزة واليوم رح يبرهن حاله قدام اللجنة. زياد خالص
بحس ما هو بيقلد دور الخالص، بحسه انه هو على طول بيضل خالص. في كان هيك مان يعني ما طبيعي، صبح ظهر عشيه يكون مغير. يا ويله يلي ما بيقبل. وبالنسبة للدولاب يعني قبل لقيت الكل عم يطلع انه كيف جايب معه دولاب هيدا اي شو هيدا، كلفني 2000 ليرة ايه اوكي ماشي الحال، بس هيدا الدولاب اذا ما انقبلت انا وقال لي خاصة سلام ما منك مقبول هيدا حيولة على اليوم هالمسك. شو معقول عباس يعمل؟ حسيت ان لازم احرقه قبل ما فوت. قديه معقول يروح فيه على الاخر؟ تتاخد هيدا شو ما بقلك بك تعمل؟ ملا يلا ما تهددني. هيدا حيولع اليوم على المسرح يمكن ولا. مرحبا. الو الو، بلش حرقد وليد من هلا. اسمك وعمرك؟ عباس عجاج حسين علي موسى جعفر. حلو انت ال 22 سنه. شو بتقرب شداني علي حسن؟ شداني ابن عمته لابوي. ابن عمته اوكي. لك انا حكيت كلمتين عزياد برا. ايه شو قلت عنه بالانترفيو؟ قلت انه بيضل ما بلا زعل يعني عم نحكي بالموضوع، انه قلت بيضلوا شكله هيك انه محشش على طول مثلا، انه ما عنده شيء جدي بتلاقيه كله بيحكي ببرادي، وهذا الشيء الحلو يعني هو ما بياخذ هذا الكاركتر اللي هو، هذا هو هيك شخصيته هيك يعني، اذا حاول حتى يعمل هيك بتطلع معه 100%. هو لانه بضلني محشش. ما هو بس هذا طب اقعدوا نقعد. طيب ليك عباس، اذا بنعطيك شيء هيك هلا بقول لك شو في شيء عم بيصير وراك، شيء حدث عم بيصير، فيك تخبرنا شو؟ حرق دوليب هلا وانت نازل مراسل اوكي عم تغطي لنا حرق دوليب، قطع طرقات على طريق المطار. مذيع بدك اياه؟ مذيع. ايه مذيع. اي اذاعه بس قبل؟ على وين بدك؟ على الاو تي في. لا ما بدي على المنار. ايه منى. لا آه لحظه على الاو تي في. لا على المنار. على التلفزيون. ايه يلا، لانه يعني معروف لمين اثنيناتهم، بس المنار خي عشان ما حدا بيحضر علي، لا سمح الله اذا حطوا علي ما حدا بيعرف. اوكي يلا. ما في شيء على طريق المطار. مين قالك انه في شيء على طريق المطار؟ لا ما في قطعه. لا والله لا والله منيح كله منيح. هالصلب مال يا كتير اهبل يا عبقري، ما يعني ما في خط ما في خط، بس على الارجح عبقري انا هذا لا. بس قبل ما نكمل مع عباس خلينا نتعرف على وليد. فتل وليد. وما ادراك ما وليد؟ ليت عندي سمكة ذهبية تمرجح بين الموجات يا حامي استقلالنا. اسمك وعمرك وجنسك ذكر الانثى؟ وليد خليل جابر. نعم. 22 سنة. من وين؟ من بوارج، من البقعة. من البقعة. شو جاي لوين؟ لا أصول. وقت وقت يعني. شو عنا شو عندك؟ شو بدك؟ هلا ما كنت محضر شيء، بس صرت في الأكل فيت قلت تعال في كاستنج. أنا عامل مسرح هون بالجامعة اللبنانية. أوكي. طيب. في شعر بدي أقول. شعر ما بدنا شعر. شعر بضحكوا. طيب. خرجت من المنزل كي أسهر. كي؟ كي أسهر. أسهر. فتحت الباب إجر لقدام وعشرة لورا. ورا. وإذ بابن الجيران على عتبة بابي قد فانترى. حلو. فمسحت الفناتير بشقفة مطهرة. الله. وسكر رأسي تسكيرة مسكرة. حلو. وذهبت إلى المخمرة كي أسكر. فرأيت وجهها. فرأيت وجهها في قاع الكأس قد تزنجرا. اقتربت منها وقلت لها ما اسمك؟ قلت لها ما اسمك؟ قالت لي ما خصك. قلت لها عاشت الأسامي يا بنت الكندرة. وليد مهضوم عندك شخصيتك مهضوم. مش هيدا اللي عم نفتش عليه. ميسي وليد. منكمل مع عباس. عباس انطلب منه كتير قصص. يلا يا زلمة يلا. نحن أنا ما نشوف شو فيك تعمل. يلا. انطلب منه يعمل معدة ويغني جبار. جبار. انطلب منه يعمل صرصور عم بيصور على مبيد الحشرات. بس مش بالبحر. مش بالبحر. خليك صرصور. انه خليك هيك منيح هيك منيح. لما تشوف دعاية على التلفزيون انه فيها بيف باف بليز كسر التلفزيون. ما تخلي ما تخلي شيء. طيب سلام. ما حبيته. واخر شيء التحدي. عباس راح لابعد من هيك. انا كنت يعني
اللي بدي اعمله عملته. معقول عباس يشلح؟ يلا 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 اعملها يلا. اكيد رح نعرف بس بعد الاعلان. يلا بليز سيلونج شوي. شوف نرجع مع عباس. الوضع حامي ورح تولع بعد شوي. شو معقول يعمل عباس لحتى ياخد التيكت؟ قديه مستعد تعمل قصص لحتى تاخد هالورق؟ هاني بدي. ومعقول اللجنة ترضخ وتعطيه تيكت على الاخر ام كول باك؟ يلا 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 اعملها يلا. ما تهددني مان بوكسر مان. ما تهدي نزال بوكسر. اوكي ما مش ايوه. انا بس كنا بدنا نشوف بس شغله. عباس زياد يلا. انا مع عباس. مع عباس فؤاد. مع عباس 100%. يلا تذبح تكسب. لا ما حدا كان مزعوج عن جد، كانوا يعني كلهم حبوني، حبوا الطريقه اللي فت فيها. عملت المستحيل يعني يمكن لاخذ ايدي. قال لي هو شو اكثر شيء انت راح تعمله انه فيك تقدر تعمله عشان انه تاخذ هيدي او شيء او تكون انه اوكي مقبول. فسلحت وظبطت معي، طلع لي كول باك وان شاء الله خير. لحظه لانه عباس شلح بنطلونه يعني. لا شافوني برا صرتوا بتحبوه. ما حدا غيري بالشيء انا بشلح بنطلون. فرجي لحظه عبد عبد. لا 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 عبد ما تتصور. لا عبد نتعرف على ديما مقيد. ديما مقيد. ديما بنت مهضومة وحبت تقدم على تيكت على الآخر لأنه ما بعرف ليه الصراحة. جيت لهون لأنه كنت بتوقع كاستينج كتير عصغير، فانصدمت إنه الكاستينج فول بلون. يعني أنا من نوع كتير بحب أحكي عن الأشياء تابو، عن الأشياء ما كتير العالم بتحكي فيها، بس إنها كوميكال واي. وبس ديما مقيد عمري 31. أوكي. فيك تقلدي لنا اول شيء تبلشي لنا بحيالة شخصية انت بتحبها يعني تعملي؟ هلا انا كثير انتو فيلبينز. يلا يس جو هيد. هلو مام سير، يو وانت هات شوكولات؟ يو وان مي تو باكيت فور يو. انت لبناني، انت ليه روحي عكسير؟ ليه؟ بي هاي السيارة كم؟ انت روحي كم؟ انا سوق البلكون، انا بتحكي، سيدي زملي. ليكي كفي، حنعمله مثل كأنه كلهم بقلب مشهد واحد. اوكي تنقول حادث سيارة اوكي وطجوا بعض ولعبيهم كلهم مع بعض. ايش ده الحين؟ انا لازم انزل. انتي سوملي، انتي خبرتي سيارة انا. انتي سوملي خبرتي سيارة. او بقى انا بقى انك بقى ايه سبق الامر بقى. بس ديما ما كتير مرتاحة، لنخليها تركز اكتر رح يقوم فؤاد يرقص معه. بدك انزل نرقص حدك ترتاحي لتركز اكتر. يلا قلدينا كفي هلا. خلص فؤاد ما فيها تركز. فولو مي تو ستروبنس. اوكي يو ديفينتلي جيت ا كول باك. اكيد كثير انبسطت انه صار في انتراكشن مع فؤاد. ديما أدت أحسن ما عندها وكانت مهضومة كتير. كتير ضحكنا. ومعقولة بالكاستينج التاني تمثل بشي سكتش على الجديد. Call back. نتعرف على ديب نجار. ديب نجار من البوشرية. عم بيقدم عن فئة الغنى. من أول صغير كنت عطول إنه أحلم وأطمح إنه غني. ديب اشتغل كتير على حاله. أهل حوالي والرفقة يقولوا إنه أنت ما عندك صوت. إلى الآن سجلت من فترة من 3 أشهر بمعهد موسيقى. والحمد لله يعني عم بتمرن على طول. الآن بغني الأغنية الترابية اللبنانية. واليوم رح يعرف مصيره بالبرنامج أو بحياته. لا ما بظن إنه اللجنة حتنقص. معقول ينطلق من هذا المسرح ويروح فيها على الآخر؟ أنا بقول إنه أكيد جوا بإذن الله رح أعمل منيح. جاهز؟ تفضل. مرحبا، قلنا اسمك وعمرك وشو جاي تعمل. أوكي. اسمي ديب نجار، عمري 32 سنة، جاي تحت حقق ذاتي بالفن. اوكي كيف أوكي. كيف 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 يعني تحقق ذاتك بالفن؟ من انا صغير يعني بدك بالغنى. ايه من انا صغير كان عندي
الرؤية انه انا بس اكبر بدي غني. اوكي. وانا ما صار لي فرصة. اوكي. انا صغير. يلا خلينا نسمع. بلكي لانه خلينا دغري نفوت بال. يلا. يلا جاهز سمعنا شيء؟ في نسم علينا الهوى. ايه. لست فيروز. اوكي. سألوني الناس لست فيروز. اوكي. وطلع بلش. طلوا لودي. نسم. يلا. سألوني الناس. طلق او طل طل بس اكيد متوتر يعني ايه بدك ايه اللي بدك ايه اللي بدك انت اللي بتريحك اللي بتحس انه انت مرتاح معها اكتر الغنية يلا نسم علينا الهوى نسم علينا الهوى اوكي شكرا دين من مفرق انه خلاص شو شكرا دين اوكي من اول صغير كنت عطول احلم واطمح انه اغني بس الاهل حوالي والرفقة يقولوا انه انت ما عندك صوت اوكي ما كتير راح فيها على الاخر بس المشتركين يلي حيفوتوا هلأ يمكن يروحوا فيها على الاخر متعرف على مروان عمر بلال مروان عمر بلال ثلاث اصحاب اجتمعوا من ثلاث ايام وبلشوا يحضروا لاغنية راب ونحن صرنا شي ثلاث ايام بس نتمرن على الاغنية نحن صراحة فريق المسرح بجامعة بيروت العربية فقلنا لازم انه ما بعرف فكرة انه نطور مواهب غير التمثيل او شيء نحن مأثرين بالراب لانه شي كومن بين ثلاثتنا نعم نوصل مثل رسالة يعني من خلال الراب بس اليوم ولائهم رح يكون تحت الامتحان اذا ما نغرب البياناتكم مستعدين تتخلوا عن بلال قالوا لنا انه ننفصل في توتر كثير معصب في توتر في توتر مروان وعمر وبلال مروان وعمر وبلال بفهم انه انتو باند يلا شو كنت سمعونا قربت شوي حديث رح بيطال كل المسؤولين الكبار هقوله عيد عيد بطاطا لا انه كمل الجيتار يا 1 2 3 حديث رح بيطال كل المسؤولين الكبار هقوله على السريع بشكل رب باختصار بوقت سمع عشان صار الشقفة الجحيم ونحن فيها للشاطين سلسة سيبينا نحتاج فيها من تأليف ومن إخراج نحن السياسة مش تمعين والله طالب كل القصة هيك ما تقلي كيف صار هيك ما تقلي كانت تشتري كل الناس ولاد ما نمت الأولاد ملاك بعد الكس بعافاك مين قالك المسؤول اختي سياسة جايز لأنه رباك جايز لأنه قواك جايز لأنه كذاب ومثل أفضل أداء ولما كمل حكي بالذات رح تعرف معنى الإزدال بكل المناصب ببلادك باسمها لوردة أباء جيلنا من هول الكذبات رح نلقي نصر عن قرب ونلاقي حالنا عم نحكي عن أسرع حكي بالكذب حياة مش ليلى وكذاب حياة إذا بدك هي كذبة كذبة مش رح تظهر عايش منها ما تاخذ جدية اللعبة بآخر النهار رح ننسى آثار الكذبة شو ما صار ما بنسمع انذار الخير أو الشر ومنطمح نضل عكرسي نحتار بإقناعنا وسكار مسكر وناس ما تقشع وإحساس نيفرق الشيطان عم يسبح شريان عم يذبح الدم عم يسبح والنار تنجهنا وجنة قبالنا مننام ومنحلم نفيق ومنحلم بالكذبة زيتها الحياة هي اسمها بس يا ريت بتعلم تبقوا سميح يمكن صير أعرف معنى كلمة صريح قال شو الجمهورية اللبنانية لبنانية الطائفية وطائفية الاستقلالية عجبك؟ أنظمتنا يا محلة دكتاتورية كل اللي بيحكم ظالم ونحن بيحكمنا مية يلي مكمش بها سلاح ما بينزاح ما بيرتاح إلا بعد الحرب الطائفية واللي لاحق المصاري والمصالح والمرابح وآخر همه اللبنانية شباب بس شو اسمك بلال ليه مستقبل بلال لخي فين ليه اذا ما قدران مش ما كنت محضر ما كنت محضر طيب واضح اول شيء انه ما محضرين بس قبل بدي اشوف فؤاد لانه انا حبيتكم انا حبيت شو اسمك عمر انت واثق من حالك
بلال مان شو بك بدك عرفت يعني ما شو ما تخاف. فهلا انا الشباب بصراحه حبيتهم يعني بيستاهلوا ان نستثمر فيهم بفيديو كليب لذيذ. انا اوت سي يس انا اوكي زياد انا بالنسبه لي هلا ما هيدي الفكره في فيون وفي في شفت يعني سوري بلال بس شفت اثنين حبيتكم انتم يعني مين هني؟ عم تحكي شباب. عم بحكي مروان وعمر لانه مش حافظ جاي يعمل كاستنج بس لحدا جاي يعمل كاستنج بقول لك بخبرك انه صوته كتير حلو بس بقول لك صوتي كتير حلو بس هلا مبحوح ما قادر يغني يعني شو عم تقول؟ عم تقول اذا نحن مثلا اشتغلت عليهم انه بلا بلال ما هلا مجبور اعمل هيك انا بالنسبه لي لانه ما سمعته لبلال ما عرفت شو بيعمل. سمعت مروان وعمر وانا عوني ريتميك ما حلو اللي عم تعمله كريتم فانا انا مع فرط الفرقه. هل هيدا هو الثمن لينجح الفريق بالبرنامج ويقدر الجديد ينتج لهم اغنيتهم؟ مستعدين تخلوا عن بلال؟ اكيد رح نعرف بس بعد الاعلان. يلا رجعنا معكم وانتم عم تحضروا الحلقه الاولى من تيكت على الاخر. معقول مروان وعمر يتخلوا عن بلال وتصبح الفرقه منشقه بشخصين؟ فانا انا مع فرط الفرقه يعني. حديث رح بيطال كل المسؤولين الكبار هقوله شو بك يلا مستعدين تتخلوا عن بلال قصدك فرط الفرقه وقعدت بناءه مع ايه بناءه وجمل يعني يعني انت كبروديوسر يعني انت هلا انت شكلك مع ال شكلك اكثر واحد اكثر واحد راح فيهم. اذا ما نغرب بيناتكم اذا انا اخذت بس بدي هذا اثنين مستعدين تتخلوا عن بلال؟ هو بيعد لا ما عندي مشكله. انتوا عم بسالكم لكم يمكن نتخلى عنه هلا بس انه بنضلنا انه بنضل نعمل اغاني سوا ثلاثتنا وبلكي بكونترا مثلا مناعتكم انه لا يعني ما بتتخلوا عنه ولا بتتخلوا عنه؟ أنا بعتقد إنه بيضل معنا بس نشتغل أكتر. طيب أنا حبيت الأكتر هذا الجواب في شيء حلو أنا شفت ايه في شيء حلو وبعتقد تستاهل الكول باك. ميرسي هلأ كان في أغلاط شوي بس اللجنة إنه كانوا متفهمين هالوضع وشافوا الشيء الحلو اللي كنا نحن بدنا نوصله قالوا لنا انه بننفصل اثنين بواحد ايد واحده يعني فتنا سوا بنظهر سوا. ثاني مره لما نرجع بدنا نقويها اكثر ونحضرها قبل بوقت انه قبل بوقت بكثير يعني ونحن وان تيم وان لاف واخذنا الكول باك ثلاثتنا حنرجع. بلال ما كتير كان مقنع بس يمكن يقدم ستاند اب كوميدي باخر الحلقه. اكيد بعدني معهم يعني بس بجرب شيء ثاني ويكون مقنع ويقلب المقاييس بطل عايز الفريق. معقول هيدا الشيء يصير؟ ايه بلال ايه ايها كثير من الناس قدمت على فئه التمثيل. يلا انت فراشه تفتح البرديه انت صرصور بموقع حرب. طب انت شجره اناناس زيني طبجيه شجره بطيخ عصفور عم ينتفولو ريشاته انا قليل لحول اوكي وانت حبه بوشار وش الحكيم بلك انه بيك لا سمح الله توفى. انت حبه لولو لقلب صدفه لقيناك على البحر فرشيت سنين مثلا. انت عصفور عم يحلبوا منه اللبن. صرت مجنونه بالمبدا اليوم حقلت زفان وابو رياض ومجدي ووجدي. ايوه مساء الخير واهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من سيرة وفتحت. الليله حلقتنا كثير مميزه مع الضيف المعروف المحبوب مجدي. مرحبا مجدي سوري بكت بركز عم تحكي معي. عم بحكي معك شو حسيت لما سافرت بالطياره ووقعت الطيارة؟ اول شيء وكل شيء توترت. الطيار كان كثير حبش وكان عم يأسرع ويقلع وقلنا رح توقع ورح نكون رايحين على الصبال نجيب تون بوس صومالي. خليها هيك بجسمك اكثر انه طبجن اكثر بجسمك يعني. وجيب بوس صومالي وكل شيء هيك نوزع للشباب. سوري طب بس خلينا اسالك لما وقعت الطياره كلهم ماتوا الا انت ووجدي. خلينا اكثر اعرف ليه بقيتوا انتم. استاذ لك شيء لما انا كيف كلها دولفينات هيك قاعده وبوزها لفوق كل العالم توزعت بس وقت نحن انبسطنا وفشنا وكل شيء كانه معنا حدا مستنفر من الجمهور. اعطيها لطقطقك ما بشعك وللحق مالك الحق ابوك على الجيل الفاسد اللي عم يطلعه هو وامك.
ربيع انت شخص مهضوم وبتقلد لذيذ كتير، بس انا من عندي انا عم فتش على شيء يكون عنده ابتكار، فبنعتذر منك يا ربيع. الاولاد كان لهم حصه كمان بالتكت على الاخر. انا ديناصور. اربع اولاد قدموا موهبتهم على المسرح وكانوا كتير طيوبين، جاد، فرح، جنى وعلي. كل واحد منهم كان عنده اطلالته المميزه. في منهم عملوا كل اللي طلبتهم منهم اللجنه وراحوا فيها على الاخر. مثلا مثل علي، شو راح يعمل بفؤاد؟ انا ديناصور. يلا قلدنا. اوكي طب غير ديناصور، غير ديناصور قلدنا شو ثاني؟ قلد لي ديناصور. ديناصور ايه بعده طالع من الحمام. يلا يلا ديناصور طالع من الحمام. يلا برافو. تعرف تقلد شيء غير ديناصور؟ التمساح. يلا قلدنا التمساح. التمساح يلا قلدنا تمساح طالع من الحمام. علي خوف اللجنة وقدر يجسد تمساح طالع من الحمام، مع انه التمساح ما بيتحمم كتير. قالوا لي انه انا كتير مهضوم، بس جنى مش فارقة معها حدا ودغري فاتت لعنا وخطفت قلوبنا. شو بيك تغني؟ يلا غني. يلا كان في مرة طفل صغير عم يلعب بالحارة عم بيفتش عخيطان تيطير طيارة وتطلع بالغو ادري شو عم يلبع شوفوا شوفوا الطيارة جاي لعند الطيارة زي الطيارة من زي الطيارة يلا يلا زي الطيارة من نروح نروح زي الطيارة يلا. الولاد كانوا كتير مهضومين بس ما حدا منهم ربح. ما بعرف ليه ما أعطوني البطاقة، لأنه هون مش تالنتين ولا ميني ستوديو، بس يقبروا قلبي شو كانوا مهضومين. هلا أنت وعم بتفقع اطلع لبل. نرجع مع بلال. بلال عنده آخر فرصة ليبرهن حاله قدامنا بس لحاله عن فائد ستاند أب كوميدي. أكيد بعدني معك يعني بس بجرب شيء تاني إذا بدنا. جاي أخبر قصة حزينة عن ولد كان صغير كبير بس الظاهر بعده عم بيكبر. هذا الولد هو أنا يا زلمة. ما فيني أمشي على الطريق بيمشي العالم كلها بتصفن فيي إنه مان شو هيدا، ما شايف حالي هالقد كبير إنه أول مرة أشوف واحد حاطط 3 جنازير وقياس إجره 49. في ولاد بفكروني البيك شو إنه ليه أنا دايما مصدوم من ايام المدرسه قلب هالطبقه الصغيره. بعد بفكر كيف بدي احشر حالي، بدها تكنيك ان شاء الله زياد يحب تكنيكي. تكنيكك كفي كفي. كيف بدي فوت بقلب هالطبقه؟ كفي كفي. بعيط لرفقاتي يجي يدبشوني. كفي كفي. دايما مظلوم من ايام المدرسه تطلع ريحه مش ما توقف كمل. نحن من برا معك. كفي كفي. نحن متابعينك من برا. منيحة تطلع ريحة بشعة بعمر حالي ما خصنا. طيب لا ليك أنا رأيي حنقول لك شغلة دغري. إلي مشكلتك إنك عم تستحي كتير تستحم لبك، بس عندك انه بدك تجرب. اول 6 ثواني 10 ثواني ما لقطنا كيف في بانش لاين خلصت. لحد هلا ما حدا طلع له التيكت على الاخر وكل يلي نجحوا اخذوا كول باك، اي يعني رح يجرب ادائهم بعد مره قبل القرار النهائي. ما كان في ولا حدا رح على الاخر، يعني دائما حتى اللي انقبلوا كانوا عم بدنا نشد فيهم تنقبلوا. هيدي كانت الحلقه الاولى من التيكت على الاخر. الأسبوع القادم رح نكمل الكاستنج مع مواهب كتيرة وفي مشتركين رح يروحوا بالأداء على الآخر. Another child is taken, child is slowly taken. كيفك فيها؟ لا 7 أسبوع وزي بصوا بالي وكل السي وبهذا النهار
زيارة غريبة رح تصير. انت ليه عم تطول بالك؟ خلينا نسلم على الجميع. شو معقول يصير بعد؟ مشاش رأيك. كيف ممكن ينتهي النهار؟ مين رح يطلع له التيكت على الآخر؟ مين كول باك؟ أكيد رح تعرفوا إذا بتتابعونا الأسبوع القادم بزيت الوقت. عفوات هي اجت انا سلام الزعتري I hate you thanks نطريكم بالحلقة الجاية. بالحلقة الجاية بليز بليز بنكونوا جريئين أكثر من هيك وتجوا و